إقليم زاغورة. كانت بناء واحد المعلمة تاريخية ووضعوا حجرها الأساس منذ 60 سنة، وإلى يومنا هذا ما زال حتى شي حاجة ما دارش. نسمعوا هذا التسجيل الصوتي وحنا راجعين. السلام عليكم سي خليل، تحية لك والطاقم المشرف على هذا البرنامج الناجح والهادف. معكم محمد وهمي من مشيخة السوق القديم جماعة تازارين التابعة لإقليم زاغورة. سي خليل، ما ترجع للمشاكل اللي طرحوها بها الإخوان من خلال هذا البرنامج اللي كتعاني منها جماعة تازارين، وإنما تدخل هذا سيقتصر على واحد النقطة اللي كتشغل البال، يعني الرأي المحلي يعني بصفة عامة والساكنة ديال السوق القديم بصفة خاصة. الأمر هنا يتعلق في شعبان 1377 هجرية، قام المغفور له محمد الخامس بزيارة خاصة لجماعة تازارين وضع الحجر الأساسي لبناء مسجد بساحة السوق القديم. إلى حد الآن هذا المسجد لم يعرف النور. السؤال المطروح، يعني من المسؤول عن نسيان وتجاهل بناء هذه المعلمة الدينية والتاريخية لكي تجاوز تاريخ وضع حجرها الأساسي أكثر من 60 سنة؟ وشكرا. هذه هي اللي دار لي هذه مسيطة اللي تصور ديالي. نعم، دابا كيهضر على معلمة تاريخية 60 عام وضعوا حجرها الأساس ومازال ليومنا هذا ما داروا فيها والو. هذا الشيء جاني مستحيل شوي. وهي مكتوبه هنايا، راه مكتوبه ها هي. شنو هي؟ وي راه داكشي قلت لك، راه دايرين لها واحد الشبكه. شوفي تما بلاتي، بانت لك ولا ما بانتش لك؟ شتا بلاتي، راني انا شتا البارح. ها هي قرايه تما قرايه. أسس هذا المسجد عهد جلالة مولانا محمد الخامس الذي عشي مكتوبة صغيرة، الذي تفضل بوضع حجره الأساس في شهر شعبان عام 1300 ما بين التاريخ إكزاكت كده و70 وقيلة كده و70. هذه لا حول ولا قوة إلا بالله، والله العظيم عيش نهار تسمع خبار وداري لهذاك القريات. فهد المغفور له محمد الخامس مشى دشنا هذا المسجد. ها هي دابا هذيك البلاكه ها هي كاينه. ايه راه هذا الشيء راه انا راه عجبني شفته. وكون كنت غير كنت داوين مع الجامع كنت بنا بوحده ما يمكنش 60 عام صاحبي. شنو هي هذه؟ هذه شنو هي؟ ما عرفتش. والله الا قال لك واخا يكون يبنيو بمعلقه كره كملوا. والله العظيم هي هذه ديال الحجر الاساس. ماذا كاين شي تصاور عندك تما؟ هاك شتاك شوف واش تبان لك. شوف مزيانه تبان. والله الا ها هي شوف. ومسجد يعني ماشي شي حاجه اللي هي مكلفه. 60 عام طفى هاك شتيها؟ هذه هي الحجر الاساس، وغنوريك الاخرى ديال ديك الاخرى ديال سميتو هذيك اللي دايرين لها البلاكه وداروا لها واحد الكرياج. هي اللي قريتي دابا بانت لك بلا تياك نهاك زيدك. هادي شو هادي؟ يعني داروا لهذاك الكرياج خلاوها خالد مسجونه. ودابا ما فهمتش انايا، ها البلاكه كاينه راه كاتبينها، ها هي ديك الجليجه هي مصوبه شتيها باينه. ها لا حول ولا قوة إلا بالله. والله إلا لا، أو السيد كيعطي الاسم ديالو قال لك أنت وعرفنا، هضرنا على تازارين، هضرنا على مع الرئيس، هضرنا. نعم. هاد الجامع شنو واقع فيه؟ ما يمكنش، كيفاش شنو واقع في هاد الجامع؟ شحال غيكلفهم كاع؟ وعرفتي شكون اللي أسسو؟ شكون اللي مدشنو؟ زعما ما كيراعيو وما كيحتارمو ولا مقدسات ديال البلاد كت زعما كيضربوها. راه عنده واحد الرمزيه تاريخيه، هذا راه ممكن كانوا هاد القرعه واقيلا غادي نفضلوها. ها انسى شوف دابا منين كيكون دار خاص معلمه تاريخيه، واحد الحاجه يعني كتكون فيها من عهد محمد الخامس. بعد لك سالينا في هذه التايه تخلى كملوا هذه الهضره بلاتي يا ام عبد الوهاب.
من عهد محمد الخامس كتولي داخله في تاريخ شي راه زيارات تما راه يدخل في التاريخ المغربي راه من عهد محمد الخامس. ما عرفتش انايا ما عرفتش هاد القضيه دخلت لي الشك خصني تنعيط ما عرفتش السيد كيستغرب راه ماشي حتى اللي كتستغرب راه المغاربه دابا كلهم غيستغربوا معاك جامعي برك 60 عام واخا تكون نزار قال لك واخا تكون تبني فيه بمعلقه والله الا بمعلقه وهي راه مساله ديال راه ولينا غنخرجوا النكات بهاد المشاكل اللي كنهضروا عليها. شكرا لك شيماء. شكرا لك خالد. شكرا لكل المستمعين والمستمعات والناس اللي كيراسلوني عبر الواتساب. شكرا لكم بزاف بزاف.